نور سلمان زوجة عمر متين منفذ اعتداء أورلاندو الأخير كانت على علم بهذا المخطط الدموي. هذا ما أفادته ثلاثاء وكالة رويترز التي لم تصح عن مصدر الخبر، مؤكدة أنه تم استدعاء هيئة محلفين كبرى من شأنها أن تطلب بمتابعة الزوجة قضائيا في حال ثبوت الأمر. وفي نفس السياق، السيناتور أونغوس كينغ العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كان قد صرح لإحدى القنوات الأمريكية إن زوجة الإرهابي كانت على دراية ببعض الأشياء المرتبطة بالاعتداء. أنجيل سانتياغو واحد من الجرحى الذين عايشوا الاعتداء الأكثر دموية في البلاد صرح للصحافة قائلا: بالنسبة لي وكوني مثلي الجنس، التردد على ملهى ليلي مثل بيرلز يعتبر بمثابة الذهاب إلى جنة آمنة، لأنه لا يمكنك الذهاب إلى الحانات القديمة حيث تواجه كراهية للمثليين. من جانبها، باسيونس كارتر قالت بكلمات قوية: عندما تستلقي بجانب أفراد أخذت حياتهم بوحشية، ذنب البقاء على قيد الحياة ثقيل.